هاي، لأنه جيلنا وجيلكم ما شهد ولا بحياته رح يشهد مثل هالحرب الصحية الكونية اللي عم تتحكم بمصير العالم وعم تفرض حصارها المحكم عليه، ولأنه الكوفيد 19 حول الكرة الأرضية لمعتقل كبير، ولأن الطب لحد هلا ما قادر يحسم المعركة لصالحه، ولأنه لبنان عم بيواجه هيدا التحدي بمناعة أصلا شبه معدومة، ولأنه الأسباب كثيرة والتحديات كبيرة، ولأنه نحن كإدارة وأنتم كأهل ما تعودنا نستسلم، لأنه ولا مرة خلينا الظروف تتحكم فينا أو بمصير أولادنا، ولأنه مدارس البيان ومرة جديدة رح تتحدى هيدا الحصار لتقول إنه رسالة التعليم ما في شيء بيقدر يمنعها أو يوقفها. قررت اليوم إطلاق شبكة معرفية متكاملة استكمالا للخطة يلي عم بتم تنفيذها من بداية هيدا الأزمة، لتثبت إنه لا العوائق الزمنية ولا المكانية قادرة تمنعها من الوصول لكل هدف ترسم. اليوم من جديد رح نسخر التكنولوجيا لصالحنا لنرجع نأمن الاتصال بيننا وبين أولادنا. اليوم قدرنا نوجد البديل الجديد لنأمن هالاتصال. رح نبلش فيديو كونفرنسينج يلي هو تكملة لخطواتنا السابقة. فيديو كونفرنسينج allows us to connect in real time through audio and video, and it also makes the sharing of documents, files and ideas easier over the internet. رح ترجم بطريقة تانية، رح نقدر أساتذة وتلاميذ نتواصل مع بعض بالمراحل الابتدائية والروضة. يعني بكلام أوضح شوي، نحن مش جايين ندرسهم، مش هدفنا تدريس الأولاد. التدريس عم بيكون من خلال الباوربوينت والإكسرسايزز بمتابعة الأساتذة أكيد عبر كل أجندة بمختلف الطرق. رح نشتغل على نفسية الولد لنساعده ونسليه ونمزح معه. أكيد رح نواجه بعض المشاكل التقنية، ما مشكل لأنه الإطلالات رح تكون متكررة، يعني إذا ما شفناكم أول مرة منشوفكم المرة الثانية والثالثة والرابعة. هدفنا بس الارتياح والتسلية، إعادة صلة التقارب، استثمار المعلومات بطريقة هادفة ومسلية ومريحة عبر استخدام عدة تقنيات مثل educational games والmaze etc. من جهة تانية ولبقية المراحل التعليمية رح يكون في استكمال لبرامج التعليم التفاعلي عبر QA sessions يلي بيقدر التلاميذ من خلالها ومن خلال الفيديو كونفرنسينج انه هن يفوتوا يعملوا شيرينج لليوسفل فايلز اور انفورميشن، فيهم كمان يعملوا ديفلوبينج كريتيكال ثينكينج، برين ستورمينج، تشاتينج اند كويستشنينج تكنيكس. هذا النوع من الانتر اكشن بيوفر الوقت وبيسهل مهمه التلاميذ لحتى يستثمروا المعلومات يلي عم بتم اطلاقها عبر الوسائل اللي اعتمدناها سابقا. الفيديو كونفرنسينج هو تكمله للخطوات الاولى اللي اتبعناها ومنا البديل. لهيك بندعيكم لمراجعه صفحه الفيسبوك كرمال نشوف الادوات سكتشبل، ولانه صحه اولادنا رح تبقى اولويتنا وغايتنا نحن وانتو، ولانه مصلحتهم هي هدفنا الاكبر، بنتمنى تمرق هالفتره بخير على الجميع. خليكم بالبيت and stay safe.